بسم الله الرحمن الرحيم. قامت غرفة العمليات المشتركة في القلمون الشرقي بتاريخ 26 رمضان 1437 هجري الموافق لواحد سبعة 2016 ميلادي بإلقاء القبض على الطيار نورس حسن بعد سقوط طائرته في القلمون الشرقي. عرفنا عن نفسك. أنا بعد الطيار نورس حسن لعبنا المطار ضمير، تولد 3/3/1980، مقيم جبلة ولادقية جبلة قرية القلايا. كم سنة لك بتقود الطائرة؟ من 99 16 سنة. شو هي نوع الطائرة اللي كنت تقودها؟ سوخوي 28 M3. شو هي المطارات اللي خدمت فيها؟ خدمت من 99 مطارات الكلية الجوية بمطاراتها كلها، مناخ خشيش، خدمت بمطار الدير والطبقة، خدمت بمطار الشعرات ومطار الدمير حاليا. تمام. ما سبب نقلك لمطار الضمير؟ إجراءات قيادية كل فترة بتطلع هيك تشكيلات وبصير في نقل طياري بتنقل على تمام.